اسعار الفاكهه عموما واخد بالك المحلي غير اللي جاي من بره غير المستورده ماشي. يعني مثلا خليك في التفاح غالي ماشي. البرتقال عموما كويس يعني مش غالي قوي. البرتقال ب 2 جنيه و2 جنيه ونص و2 ونص ماشي. التفاح ب 9 وب 10 وب 12 وفي تفاح ب 13. مش كل التفاح مفيش حد بيحط 90 خد بالك مفيش حد بيحط 90. انا مثلا حاجه مثلا بنجيبها من السوق نحط عليها نص جنيه ربع جنيه بس مفيش حد ظبط اسعار ولا حاجه. فراخ البيضة النهارده ب 25 جنيه كيلو، البلدي ب 25 والبيضة ب 20 جنيه، اسعار يعني تعبانين والله. الدنيا متبهدلة خالص ومفيش بيع وشراء زي ما حضرتك ما شايفة، وكل مدى كل مدى في غلا في غلا في غلا زي ما انت ما شايفة الدنيا. لا دي الفراخ دي بيجيبها لنا تاجر بيبقى جايبها من شركات مزارع وشركات والكلام ده. بيجيبها وبيحط نسبة عليها واحنا بناخدها منه. يعني ممكن النهارده مثلا جملتها مثلا 16 ونص هو بيضيف جنيه وبتنزل لنا على 17 ونص كده 18 واحنا مثلا بنبيع ب 20 فكده. يعني العلف ده مستوردينه من بره طبعا. اسعار والفيروس برضو اللي في الفراخ، برضو في فراخ كتيره شر الفيروس والكلام ده بنسمع بنكلم التجار بيقول لك فراخ كتيره في المزارع ميته، ما فيش عرض فراخ، العرض قليل جدا. ليه يا عمي كده؟ يقول لك التاجر اللي بيربي بال 10,000 فرخه يا دوبك بيرسم على 3,000 2,000. البتنجان ب 5 جنيه والبتنجان الاسمر ب 4 جنيه. يعني القطه هي اللي متهاوده بجنيه ونص. بسله ب 5 ناس بتبيعها. بتنجان عروف بتاع رومي ناس بتبيع بثلاثة وناس بتبيع بأربعة وناس بتبيع باثنين ونص. يعني مش كله زي بعضيه. ما هي بنتي الحاجة ما هي غالية وتقول لك اللي يوديني السوق. طب ما هو الخضر جنبي، يعني هي فرقها ايه؟ 50 قرش. لا يا حد اقول الحقيقة الناس ما معاش فلوس. بتاكل ولا ما بتاكلش؟ بتاكل ولا ما بتاكلش؟ بتاكل بس بالعافيه. الناس الغلا بالعافيه. الناس كلها مش كل الناس معاها فلوس. في ناس معاها فلوس يا بنتي وفي ناس ما معهاش فلوس. في ناس غلابه كتير، في ناس غلابه كتير ما بتبات عشي، ما معهمش شقه يسكنوا فيها ولا معهم اكل ياكلوه ولا معهم لبس يلبسوه. الناس تعبانه على الاخر. الناس تعبانه يا بنتي زهقت. كل حاجه غاليه. هو الناس في ناس قادرة تجيب الحاجة وناس مش قادرة. في واحد طالع شغال على دراعه وفي واحد بيقبض قبض حكومي ده اللي يقدر يجيب الحاجة. لكن بقى اللي شغال على دراعه ده هيجي يعني يوميته مش هتكفي ولا هتجيب لحمة ولا هتجيب إيجار ولا هيدفع منين يعني. هيجيب منين يجيب طبيخ ويجيب لحمة ويجيب أكل ويدفع إيجاره ويجيب لبس العيال ومش هينفع خالص. ما هو لازم يكون في معاش حلو عشان الأسعار تبقى حلوة عشان الناس تقدر تعيش. هو في ناس عايشاها حلو بس الناس اللي عاليه بقى. ناس عاليه عايشاها حلو بس الناس اللي زينا دي عايشتها مرتاحه مش قادره تجيب الحاجه. يعني بيلف السوق كله عشان يجيبوا حاجه رخيصه مرتاح. مش هتبقى الغاليه بس هي اللي تبقى نظيفه. يعني مثلا التفاح ب 12 جنيه. يعني هم يدوروا على الحاجه اللي هي عايزه بس هيجيبوها عشان يرضوا عيالهم بس مش اكتر. لا هي اللحمه غاليه ب 85. اللحمه ب 180 جنيه. 85 جنيه. هي اللحمه غاليه ومين اللي هيجيب؟ يعني اللي معاه 7 عيال 8 عيال كيلو لحمه مش هيلف عليهم. مين اللي قادر؟ هي اليوميه كلها 85 جنيه. يجيب كيلو لحمه ولا يجيب طبيخ ولا يجيب ايه ولا ايه؟ مش هيجيب حاجه. لحمه الجاش اللي نازله دي مش كويسه. لحمه الجاش انت ما تضمنش اصلا هي اللحومه دي. الناس غلابه مش لاقيه تاكل اللقمه مش لاقيين ياكلوها. لسه بنقول لك كلام. اللقمه مش لاقيين ياكلوها. بتقولي بضمير والله. ايوه بضمير. الناس مش لاقيه تاكل. يعني واحد بيقبض 1000 جنيه يعمل ايه باربع عيال ولا 5 عيال؟ حرام حرام اللي بيتعمل في البلد. حرام اللي انتوا بتعملوه في البلد بجد. يعني المفروض يبصوا الناس الغلابه. في ناس غلابه مش لاقيه اللقمه. ناس كتيره تعبانه. واحد موت ولاده عشان مش لاقي ياكلهم. حرام حرام اللي بيتعمل في البلد. يبصوا للناس. الدنيا غليت. الناس مش لاقيه تاكل ولادها. المدرسين ما حدش بيرضى يدي دروس عشان ما حرام. حرام. يبصوا للبلد. ابنه طلع من اعداديه. يبصوا للناس الغلابه عشان مش البطاطس ب 3 جنيه ونص ما حدش لاقي يجيبها. زيت ما فيش. يعني زيت ما فيش. الدروس المدرس يقول لك 100 جنيه الماده. طب الناس هتجيب منين يا بنت؟ حرام حرام. يبصوا للناس زي الناس ما انتخبت السيسي ووقفت جنبه. يقف جنب البلد دي. يقف جنب البلد الغلابه. الحريم كلها يمكن اكتر الحريم وقفت جنب
يقف جنب الناس دي يبص لها، هيطلعوا يشحتوا ولا يسرقهم؟ طب ما هو اللي بيسرق بياخدوه يحبسوه، ما هو غصب عنه لازم يسرق، هيسرق مش لاقي ياكل، هيسرق لازم يسرق، هيعمل ايه؟ بيبيع مخدرات، شباب البلد كلها بتبيع مخدرات، مش لاقيين ياكلوا، صايعين مش لاقيين ياكلوا، هيعملوا ايه؟ ما هو يا اما يسرقهم يا اما يبيعوا، ما هو كده بيروحوا للغلابه ويمسكوهم، واللي هم المفتريين ما بيمسكوهمش. في ناس مفتريه، في ناس بتقبض بال 10,000 جنيه وناس مش لاقيه اللقمه، بياكلوها من الارض، حرام والله العظيم حرام. يبصوا والله للبلد، البلد غلابه، البلد غلابه، الناس غلابه، الناس مش لاقيه اللقمه ولا لاقيه الهدمه. يعني اما تكون العبايه ب 300 جنيه هتجيبها الغلبانه ازاي؟ بتبص لها وتمشي، الدنيا غليت كلها. يبص للناس الغلابه بتوع التموين سارقينه، بنروح للتموين بخبي الزيت وتبيعه ويقول لك ما فيش زيت، الناس هتعمل ايه؟ الغلابه، الغلابه هيعملوا ايه؟ ما هو ناس حرام حرام بيسرقوا بقى، واللي بيسرق بيتاخد يتحط في الاسم، ما هو غصب عنه لازم يسرق يا بنت، غصب عنه لازم يسرق. فيبصوا للناس الغلابه، الغلابه يبصوا له، الناس كلها غلابه، انما اللي بيقبض بال 10,000 مالوش دعوه، يدوس الغلبان بالجزمه، حرام حرام. زي الناس ما انتخبت السيسي يبص له، يقف جنبهم جنب الناس الغلابه، حرام حرام اللي هو بيعملوه في البلد. يعني هو قاعد على الكرسي والناس بتسرقنا من وراه، يا يبص لهم، كله بيسرق كله، فحرام الناس الغلابه دي. بقول لك انا دول ناس غلابه، ناس غلابه. بص يمكن اكتريه العيال ماشيه حافيه، مش لاقيين يلبسوا تبسوا، هيعملوا ايه؟ العيال الصغيره بيسرقوا، طالعين الجيل كله بيسرق، فحرام حرام. يبص للناس زي ما احنا بصينا له وانتخبناه، يبص للناس الغلابه دي. يعني الحمد لله الاسعار يعني مش بطاله، الاسعار مش بطاله، بس المشكله بقى في يعني المشكله في الحاله الاقتصاديه بتاعت الناس بتاعت البلد، فهي ظروف البلد هي اللي ما بتسمعش في كده. يعني الناس يعني الوضع مش كويس، يعني بالنسبه للحاله بتاعت البلد، يعني الاسعار متفننه للناس كلها. بالنسبه لنا احنا هنا الاصناف اللي معانا، عندنا موز مثلا هنا ب 6 جنيه، عندنا فراوله مثلا ب 3 جنيه، عندنا السفندي اللي هو المورك ده ب 3 جنيه كده يعني. بس فالمشكله بقى هو البيع والشراء بس اللي هو ضعيف يعني. يعني هي مثلا الساعة دي مثلا يبقى فيها بيع وشراء دلوقتي، فزي ما انت شايف الحالة وشايف الجو، يعني مفيش، الجو يعني تعبان، الظروف بتاعت الناس كلها واقعة خالص، فهو ده السبب يعني. لكن احنا بالنسبة هنا أسعارنا تختلف عن أي أسعار مثلا في أي مكان يعني. يعني مثلا الموز ده ممكن تلاقيه بسبعة ونص، يعني عندنا مثلا هنا بستة جنيه، عندنا السفندي مثلا ده ممكن بأربعة جنيه، احنا بنبيع بتلاتة جنيه وبتاع الكلام ده، حسب ظروف الناس يعني. بس هو الجو عندنا احنا هنا يعني مريح الايام دي خالص يعني. مش عارف والله، الناس مش عارف يعني، الناس مش مستقره يعني، الوضع بتاع البلد مش مستقر، فالناس تحس ان هي الناس كلها ايه، الناس مقلقه يعني من ايه، البيع والشراء يعني وكده، فما فيش ايه، ما فيش اقبال يعني على السلع، وما فيش اقبال. الوضع اختلف عن زمان خالص يعني. كان في الاول الجو كان كويس وكانت الناس بتشتري وتبيع وكده وكل حاجه، بس هو الايام دي الوضع يعني مريح خالص يعني، بس هو ده السبب يعني. الناس اصلا ما عادتش قادره، ازيد من طاقتها خالص، والمرتبات مع الاسعار اللي احنا ماشيين فيه ما ينفعش. واحنا دلوقتي نشتكي بقى لربنا، ولا نشتكي لكم ولا نشتكي للكبار.